بيت للكل يخصص هذه الحلقة للوقوف على أبعاد العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة وسائر أنحاء البلاد. كيف ترى ما يقوم به الرئيس السيسي من لقاءات ثنائية، لقاءات رباعية، قمم؟ احنا بنتعامل مع القضية الفلسطينية التزام مصري قائم على فكرة أنها هي قضية قومية وبتحتل مساحة بالنسبة لأمننا القومي. كيف تصف هذه الهبة الأردنية النابعة من الغيرة والانتماء للقضية الفلسطينية؟ لا يمكن إقامة السلام العادل والشامل وفق مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية دون وجود عدالة ودون وجود أمن واستقرار. أين المواقف الإنسانية؟ منظمات عالمية تدعو بحقوق الإنسان تجاه الإنسان الفلسطيني، الطفل، المرأة، الكبير، أين هذه المواقف؟ تجربة عام 1948 لن تتكرر. بيت للكل الليلة 11 مساء على قناة مصر الأولى.